نبدأ بحمد الله ونستعين به ونستغفره ونطلب الهداية منه سبحانه. بتعتبر البقوليات بشكل عام من أفضل مصادر البروتينات، وممكن تكون مكمل صحي وليس بديل للحوم، واللي بتحتوي على مستويات عالية من الكوليسترول والدهون، لأن البقوليات منخفضة الدهون ولا تحتوي على الكوليسترول. كمان هي غنية بمعادن مهمة زي البوتاسيوم والمغنيسيوم الضروريين لإصلاح الخلايا في الجسم، وبتحتوي على الألياف الغذائية المهمة لجهاز هضمي سليم. عديد من الثقافات بتعتبر البقوليات بروتين الفقراء، والبعض بيستهلكها على أساس منتظم يومي أو شبه يومي. ومن فينا يستطيع مقاومة العدس أو الفاصوليا المطبوخة السخنة في شتاء بارد. كمان محتواها الغذائي العالي بيجعلها مثالية لأصحاب القيود من اللحوم الحيوانية، وده لضمان الحصول على كميات كافية من البروتين والمعادن والفيتامينات، ودي 10 أسباب لفرض البقوليات نفسها كغذاء لا غنى عنه. 1- نسبة الدهون منخفضة فيها بأقل من 0.5 جرام ولا تحتوي على الكوليسترول، واللي بدوره بيساهم في الحد من أمراض القلب والشرايين. 2- بتحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم، بحيث بيساهم كلوريد الصوديوم أو ملح الطعام في ارتفاع ضغط الدم. كمان محتواها من البوتاسيوم بيعادل أو يحيد تأثير الصوديوم من الأطعمة التانية. كمان النسب العالية من البوتاسيوم بيدعم وظيفة القلب، وبيؤدي دور هام في الهضم ووظيفة العضلات. الفايدة الثالثة إنها مصدر مهم من مصادر البروتين النباتي، واللي بيدعو للدهشة إن 100 جرام من العدس الطازة بيحتوي على 25 جرام من البروتين، ولكن أثناء الطهي بتمتص البقول كمية كبيرة من المية، وبالتالي بيقل محتوى البروتين في العدس المطبوخ بنسبة 8%. الجانب الجيد إن العملية دي بتجعل منه بروتين سهل الهضم، ولكن بإمكانك زيادة جودة البروتين في البقوليات المطبوخة، وده بدمجها مع الحبوب في وجبتك زي العدس مع الأرز مثلا. وهيكون ممتاز لو تم إضافة اللحوم أو الدجاج أو حتى البيض للحصول على وجبة متكاملة. الفايدة الرابعة إن البقوليات بتعتبر من أفضل مصادر الحديد، فبتوفر بشكل عام حوالي 3.5 ملي جرام، وهو ربع القيمة اليومية. وبيعتبر نقص الحديد أحد أشكال سوء التغذية الأكثر انتشاراً، وأحد أنواع فقر الدم الأكثر شيوعاً. ولتحسين امتصاص الحديد بينصح بالجمع بين البقوليات والأطعمة اللي بتحتوي على فيتامين سي زي عصير الليمون أو الكركم. الفايدة الخامسة إن البقوليات من أفضل الأغذية اللي بتحتوي على الألياف، واللي بيوصل ل8 جرام في الحصة، وبالتأكيد الألياف ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، كمان للمساعدة على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. الفايدة السادسة إن البقوليات من أفضل مصادر الفوليك، وهو أحد فيتامينات بي، واللي بيقترب في بعض الأنواع من نصف القيمة اليومية. الفولات موجودة بشكل طبيعي في كتير من الأغذية، واللي لا غنى عنها في وظيفة الجهاز العصبي، ولها أهمية خاصة أثناء الحمل لمنع التشوهات عند الجنين. كمان بتعتبر البقوليات مصدر ممتاز للبروتينات والمعادن. الفايدة السابعة إنه يمكن تخزين البقوليات لفترة طويلة، وبكده فهي ممكن تساعد على زيادة تنوع الوجبات الغذائية. الفايدة التامنة إنها بتحتوي على مؤشر منخفض لمستوى نسبة السكر في الدم، وبكده فهي بتساعد على استقرار نسبة السكر ومستويات الأنسولين في الدم، واللي بيجعلها مناسبة للأشخاص اللي بيعانوا من مرض السكري ومناسبة لضبط الوزن. الفايدة التاسعة إن البقوليات خالية من الجلوتين، واللي بيجعلها خيار مثالي للأشخاص اللي بيعانوا من أمراض البطن. وأخيرا من فوائد البقوليات إنها بترفع خصوبة التربة الزراعية، وبدوره بينعكس إيجابيا على الأمن الغذائي. ما تنسوش تعرفونا في التعليقات إن كانت المعلومات مفيدة ليكم بشكل عملي ولا لا. وبس كده نكتفي بهذا القدر، ونراكم على خير.